وانا اشكر الاخوان ديال المسؤولين عن فريق الجيش الملكي اللي داروا في الثقه. صحيح ان الاهداف المسطره ديال الفريق المسؤولين ديال الجيش تتوافق الطموحات ديالي. عندهم واحد البروجي سوغ 3 زون، 3 زون فيها نوجدوا لاعبين من مركز التكوين، نشبوا الفريق، والسنوات القادمه نلعبوا على البوديوم. فالعمل اللي قمنا به لحد الساعه احنا راضين عليه وراضين عليه المسؤولين. جبنا لاعبين اللي عندهم سن صغيره، عندهم معارف بدنيه تقنيه تكتيكيه جيده اللي غنحاولوا نبرروها للمستقبل، وان شاء الله كما كنتمناو ان نكونوا عند حسن الظن ديال الجمهور ديالنا وعند المسؤولين اللي داروا فينا الثقه.